أكيد سمعتوا عن عقدة الذنب الألمانية تجاه اليهود بسبب الهولوكوست. طيب بتعرفوا أنه بسبب هاي العقدة ألمانيا بتتعامى عن أي انتهاكات ضد الإنسانية بمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين، وبتمنع حتى اليهود الألمان أو المعارضين من انتقاد إسرائيل. الهولوكوست أو المحرقة اللي قتل فيها النازيون مئات آلاف اليهود سببت شعورين عند الألمان، شعور بالذنب وشعور بالخزي والعار. هدول الشعورين بتستخدمهم مؤسسات ألمانيا ما بعد النازية لقمع أي حدا متضامن مع القضية الفلسطينية أو بينتقد إسرائيل. بحسب ورقة بحثية لطالبة الدكتوراه الألمانية لالي بالي ترجمها الطبيب السوري محمد الشوكر، صار شعور العار تجاه النازية عند الألمان جزء من الهوية الألمانية، والألمان حولوا هذا الشعور لشعور بالفخر. فخر بشو بالتحديد؟ الفخر أمام العالم وخاصة إسرائيل بأنهم عم يتبرؤوا من الهولوكوست وعم يدعموا ضحاياها بكل ما يمتلكوه من قوة. وبيحاولوا الألمان عن طريق دعم إسرائيل سواء بالسياسة أو بالمال أو بالسلاح التخلص من الشعور بالذنب والعار. الفلسطينيين بوصفهم ضحايا للإستعمار الإسرائيلي بشكله تهديد لهوية الفخر الألمانية. لهيك ألمانيا حرفياً بتعاقب الفلسطينيين بسبب الهولوكوست اللي ارتكبها الألمان، وأي انتقاد لإسرائيل بألمانيا يعتبر بدون تردد وبدون جدال معادلة سامية. لهيك زادت الضغوطات والتهميش على أي شخص بينتقد التعامل الرسمي مع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.